مفيش قبله محدش شايفنا. انا بس عارف ان الواد اللطخ ده دوشك، فقلت اجي اونسك. هنتونس وهنتبسط. تقعد لطخ ده تافه. كلها ساعة ونيم زي القرد. قديم امشي. هو مات ولا ايه؟ افهمك لازم نمشي من هنا بسرعه. انت اتجننت يا عبد الله ولا فاكر ما بقاش فيه كبير؟ ده انا هطلب لك البوليس حالا. هتقول لهم ايه يعني؟ والده خزين جاي يخلي باله مننا؟ ده حتى تبقى عيبه في حقكم. لا هقول لهم انك بتهددنا في بيتنا عشان عايز تاخد حق مش حقك. اعمل اللي انت عاوزاه، انا ما هددتكمش ولا طردتكوش. تلزموا الادب تفضلوا معززين مكرمين، انما تجلوا عجلكم هجل عجلي. وانت عارفه يا جهان هاني انا معايا شهاده معامله اطفال، فاكرها دي؟ انت لو ما مشيتش من هنا انا هكلم زكريا وهيجي يدفنك مكانك كده. زكريا مش حياجي يا حازم، مش حياجي يا حبيبي. اسمع الكلام احسن وخليك راجل، وقصر في الكلام يكسر عشان ما زعلش ماما عليك. وانت دلوقتي الحيله يا ولدها، ومهما كان برضه واد عمي يرضيك الناس تقول عليا قتل واد عمه؟ لا مش انتوا لوحدكم العطارين يا ولاد زين. خليك مكانك لا زعل. تزعل مين انت بقى؟ انا اتجننت. كفايه يا عبد الله حاز، تعالى اتغير. من متى يا عمتي ولاد العطارين بيخلفوا عيال؟ قول من متى ولاد العطارين فيهم رجاله بتخاف من صوت ضرب النار؟ تفه. حاضر يا عبد الله، هنمشي وهنسيبها لك، بس ورحمة زين العطار لا تدفع تمن كل لحظه هتقعدها في بيته وتمن كل اللي بتعمله ده. ما تقلقيش يا مرات عمي، جيب السبع ما يخلاش، هدفع الدم وهسيب لك شيش كمان. بس انتوا مش تمشوا من هنا، هتفضلوا ضيوف شويه كده، يعني محدش ضامن الظروف. هتضيفنا في بيتنا يا عبد الله؟ مش هيحصل، على جثتي. يبقى على جثتك يا حازم، خليك مكانك لا اضربك بالنار. وانا ما بخافش منك ولا من النار يا عبد الله. يبقى ان الاوان انك تخاف. أسد يا سيد الرجالة، نورت بيتك يا جوز بنتي يا كبير العطارين. ما ينفعش بعد اللي حصل ده هنروح نلاقيهم مستنيين هناك.
احنا نروح نقعد في الدار. بلاش الدار، انا هتصرف. ابويا كان عامل خير لناس كتير قوي، اكيد هيساعدوني. هو ده بيتلبس ازاي يا ست انجازي؟ معرفش بيتلبس ازاي. عم سعيد لو شافني هيعلقني على باب الحاره. مين عم سعيد؟ النكواجي اللي سالف لك منه اللبس. بس الحمد لله، والله انت فعلا جيت في الوقت الصح، الحمد لله. بس اللي مرمي هناك ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هبقى اطلب له دليفري. انجازي الحاره دي انا عارفها، بينام الساعه 4 وبيصحى الساعه 4 وثلث. يلا يلا بينا. يلا فين هنا؟ اه يلا. تمانية اتجوزت ولا ايه؟ لا دوم الله يرحمها. مش بقول لك بيصحى 4 وثلث؟ عيلتك يا صالح، روح هناك ومحدش هيعملك اي حاجه، وفي الاخر كنت عمود محروق. مفيش حد كان عامل حساب اللي حصل ده يا صالح، ومفيش حد على وجه الارض يقدر يأذيك. انا اهلي هم اللي بيأذوني، اهلي هم اللي بيأذوني يا اخي. عملوا لي ايه هم؟ كويس اتخطفت واتبهدلت وكنت عمود محروق. استنى ايه؟ لما اتدبح انا هسافر من هنا ومحدش هيعرف عني اي حاجه. أنا العيلة دي بالنسبة لي ماتت بموت أبويا، كفاية قوي بقى لحد كده. أنا مقدر اللي أنت فيه، وعارف كويس قوي إن أنت ما اخترتش الطريق ده، وعندك حق في أي قرار أنت ناوي تاخده، بس كل وقت وليه أدان، وده وقت مش مناسب إن أنت تسيب أهلك فيه وتمشي. صدقني يا صلاح أنت فاهم غلط، الرئيس كان موصينا عليك أنت بالذات ما فرقكش، لا جوه مصر ولا بره مصر، أنا حتى بحاول أوصل له مش عارف أكلمه، ده معناه إن هو اتغدر بيه، زي ما اتغدر بينا بالظبط. طب قول لي لو الرئيس جرى له حاجة تقدر تقولي مين هيبقى كبير العيلة دي؟ بقى عندك طار يا صلاح ولازم تاخده. زين العطار بيخلف رجالة ما بيسيبوش حقهم. مفيش حد بيختار أهله يا صلاح، ومفيش حد هيبقى لك في الدنيا دي غير أهلك. فكر كويس، شنطة بتغلط غلطة هتفضل تدفع تمنها بقية عمرك. أنا راح أشوف إيه اللي حصل وأرجع لك، ومتأكد إن أنا هرجع لقيك. سلام يا كبير. قوم قوم، وليك عين تاجي بعد اللي عملته؟ بالراحة بس شوية يا عم حمزة، أنا مش جاي أتعارك. وأني بطلت أبيع لكم، شوفوا حد غيري ترموا بالكم عليه. أبوي خش جوا، الفطور جاهز. قلت خش جوا دلوقتي، لما نشوف البلاوي اللي بتتحدف علينا دي. حرام عليك يا عم حمزه، انا ما دقتش الزاد من امبارح. ان شاء الله عنك ما اكلت. انا اضطردت من الدار بسببك. بسببي ليه؟ بيقولوا اني متفق معاك عشان نسمم العيال. تاني هتقول لي تسميم العيال؟ طب انا هسمك، خد الوكل ده كله ياكش تطفحه بالسم الهاري على قلبك، وبعدها تغور لاشوف وشك ولا وش نفر منكم. يا عم حمزه انا ما عنديش مكان تاني اروح له، معرفش اي حاجه بره سور الدار غير هنا، وانا اصلا مبقاش ليا حد. كنت سمعت اللي قلته؟ الوكله اهو تاكل وتغور. كتر خيرك يا عم حمزه.
ايه يا مراد اتاخرت كده ليه؟ حبيبتي انا كنت بلعب مش بحاول افهم ايه اللي بيحصل. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا بابا ما تقلقش انا كويس. احنا لسه هنستنى لما نفهم ايه اللي بيحصل. روح القسم اعمل لهم محضر، خليهم يطلعوا قوه تطرد البلطجي ده من البيت. يا جهان الموضوع مش بالبساطه اللي انت بتتكلمي بيها دي. دي عاليه معاهم في القصر ومحدش عارف عنها حاجه. يا مين بس احنا دلوقتي هنسال على الناس اللي مش اولادنا. خلينا صالح وزكريا اخبارهم ايه؟ تليفوناتهم مقفوله ومحدش بيرد عليا. ما تقلقيش عليهم ده الرجاله يفوتوا في الحديد. انا بتكلم على حازم اخباره ايه؟ طمنوني. ما اعرفش، ما حدش من الدكاتره بيقول لي حاجه ولا بيطمن.